بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، إليك البصر خاسيا وهو حصير. ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لهم مغفرة، وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟
العرش أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد